في تونس بلغ عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص 2313 ضحية، 50% منها نساء وأطفال، والنصف المتبقي أجانب قادمون من أفريقيا جنوب الصحراء. كما سجلت الأحصائية أيضا أن 90% من جملة الضحايا يخضعون إلى العمل القسري، وذلك وفق آخر إحصائيات الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وقد أكد ناشطون في المجال الحقوقي أن العدد المسجل لا يعكس الواقع المعيش نتيجة تكتم العديد من ضحايا هذه الجريمة عن التبليغ رغم إصدار قانون يحميهم. قانون صدر من 2016، من 2016 الأعداد قاعدة تتفاقم، دونك كل عام عنا أكثر أعداد من العبيد اللي تجروا بهم، لكن زادة لازمنا نعرفوا اللي هي الظاهرة ما كانتش معروفة في تونس. دونك صار القانون وصارت التوعية متاع الأشخاص وكل شيء، قاعدين نشوفوا العبيد قاعدة يعني العدد قاعد يتفاقم، وهذا يظهر لي زادة جراء أنه العبيد ولت كما نقولوا يعني تعرف شنو هو الاتجار بالبشر، لكن دونك تقوم بالإشعار عليه. ثم تفشي لهذه الجريمة خاصة لدى الفئات الهشة كما نقولوا الأطفال وإلا المهاجرين خاصة الموجودين منهم بطريقة غير نظامية. اليوم هناك صعوبات كبيرة لابد من الاعتراف بها في تطبيق هذا القانون، باعتبار أنه ما ثماش اعتراف بهذه الجريمة خاصة لدى باحث البداية. هناك مجموعة أيضا من النصوص القانونية التي كان من اللازم أن يقع تحيينها حتى يكون التطبيق الفعلي لهذه الجريمة واضحا. أيضا هناك صعوبات ترتبط بضحايا هذه الجريمة اللي يلقوا رواحهم في وضعية هشة. وبحسب تشخيص المنظمات الحقوقية فإن ضحايا الاتجار بالأشخاص في تونس تختلف المهام الموكولة إليهم، لكن جميعهم يقع استغلالهم اقتصاديا. كي نقفوا في رامبوان وإلا في فون راو أنه فما صغار يطلبوا بهم وكل شيء. أيضا العمل متاع الأطفال كمعينات منزلية زاد هذا يعد من الاتجار بالبشر. نقاو هذا مزوز بالنسبة للأطفال، دونك الأكثرية استغلال اقتصادي. للنساء فما استغلال اقتصادي وفما أيضا استغلال الجنسي. ولمجابهة ظاهرة الاتجار بالأشخاص دعا ممثلو المجتمع المدني إلى ضرورة العمل على إلساء سياسة وطنية تحمي الضحايا وتكفل حقوقهم. لازم تكون فما توعية حتى في المدارس متاع الصغار، لازم نوعيوا الأولياء، نوعيوا برشا ناس، ولازم زادا نقوموا بتقوية النفاذ إلى العدالة، خاطر اليوم الضحايا العدالة ياسر بطيئة مع الضحايا. لابد اليوم من تدريب العاملين في الخطوط الأمامي المعنيين بتطبيق هذا القانون، خاصة منهم باحثي البداية والمحامين والقضاة في مختلف مناطق الجمهورية وليس فقط مركزيا في العاصمة. أيضا لابد من منح الهيئة كل الإمكانيات الكافية حتى تقوم بواجبها على أكمل وجه، وأيضا فسح المجال للمجتمع المدني للمساهمة في التطبيق الفعلي لهذا القانون. ومن المنتظر أن تنشر الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص قائمة المؤشرات العامة المتعلقة برصد ضحايا